بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 19 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك. حياكم الله. لازلنا أحسن الله إليكم في باب الوضوء، إذ يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يدل على أنه تشترط الطهارة لمس المصحف مباشرة، فمن أراد أن يمس المصحف مباشرة فلا بد أن يكون على وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس بذلك ولو لم يكن على طهارة. نعم. قال الأثرم: احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر: لا تمس المصحف إلا على طهارة. نعم، احتج أحمد رحمه الله بهذا الحديث في أنه تشترط الطهارة لمس المصحف مباشرة، يعني مس الكتابة، كتابة المصحف مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. المصاحف الإلكترونية الآن التي تكون في الأجهزة والتي يكثر الناس اليوم القراءة منها ويكثر السؤال عنها، هل هذه ليست مصاحف ولا تأخذ حكم المصاحف؟ نعم. ولأبي داود بسند صحيح: أمر رجل يصلي وهو مسبل إزاره بالوضوء فتوضأ ثم جاء، فسأله رجل عن ذلك فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. الإسبال هو نزول الملبوس عن الكعب، سواء كان ثوبا أو إزارا أو بشتا أو غير ذلك، الحد الفاصل في المشروع هو الكعب، فما نزل عنه فهو إسبال محرم. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وفي الحديث الآخر: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فهذه الأحاديث تحرم الإسبال وتدل على أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد على ذلك: لا ينظر الله إليه نظر رحمة. وهذا يدل على التحريم. وإذا صحبه خيلاء فالأمر أشد والتحريم أكبر. نعم. وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال:
إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. نعم، أثوار الأقط هي القطع المعروفة من اللبن المجفف، والأقط معروف وهو نوع من الأطعمة. وأبو هريرة توضأ من أكل القطع من الأقط، واحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وهذا الأقط كان مطبوخا بالنار، هو من اللبن الذي طبخ في النار حتى انعقد وصار أقطا. وهذا رأي لبعض العلماء أنه يجب الوضوء من كل ما مست النار، ولكن الجمهور على أنه لا وضوء مما مست النار. نعم. وعن ميمونة قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا نعم، هذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور، لأنه لا وضوء مما مست النار. نعم، فهذا الكتف كان مطبوخا بالنار، ومع هذا أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقام وصلى ولم يتوضأ. نعم. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحما فصلوا ولم يتوضأوا. كذلك هؤلاء الخلفاء الراشدون ما توضأوا من اللحم المطبوخ، دل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. نعم. وعن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم، فيكون ذلك ناسخا لما سبق من الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار. آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، مع كل وضوء بسواك. نعم، هذا فيه مسألتان: أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تجديد الوضوء لكل صلاة، تجديد الوضوء وإن لم يكن انتقض وضوءه، لكن يجدده إذا أراد أن يصلي، وهذا مستحب وليس بواجب، فيجوز أن يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد ولم يجدده. نعم. وكذلك المسألة الثانية: من سنن الوضوء السواك قبله، والسواك هو إمرار المسواك على الأسنان واللثة ليميط ما عليها من الرائحة الكريهة والمخلفات حتى تطيب رائحة فمه، ويكون ذلك قبل الوضوء، يستاك ثم يتمضمض. وفيه إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث إنه درأ عنهم المشقة. نعم. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. نعم، وهذا كما سبق أنه من تجديد الوضوء، يستحب أن يجدد الوضوء لكل صلاة، فكل صلاة تؤدى بوضوء جديد، هذا أفضل. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا لم ينتقض وضوءه فيجوز له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد. نعم. وعن أبي جهيم بن الحارث قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
وهذا الحديث يدل على أن رد السلام يستحب له أن يكون الإنسان على طهارة. نعم. وعن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. نعم، هذا الحديث يبين ما معنى الأحاديث السابقة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه قبل أن يتطهر، لأنه كره أن يرد عليه وهو على غير طهارة. وهذا من الآداب التي تشرع. نعم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بأنواع الذكر على كل أحيانه، ولو لا يعني سواء كان متطهرا أو غير متطهر، فالذكر ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك لا يمنع منه عدم الطهارة، إنما هذا في مس المصحف. نعم. وعن البراء مرفوعا: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا في من المواضع التي يستحب لها الوضوء، إذا أراد أن ينام فإنه ينام على طهارة، هذا من سنن النوم أنه ينام على طهارة، كما ينام على جنبه الأيمن، وكما يقرأ آية الكرسي قبل نومه، فالنوم له آداب تشرع مراعاتها. نعم. وعن علي قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. نعم، علي رضي الله عنه كان شابا وقويا، كان رجلا مذاء يعني يكثر منه خروج المذي، والمذي هو ماء لزج يخرج عند الملاعبة أو عند تذكر الجماع، وهو نجس لكن نجاسته مخففة فيغسل بالنضح، وهو ينقض الوضوء أيضا خروج، لأنه خارج من السبيل فينقض الوضوء. وفيه سؤال أهل العلم، وأن الإنسان إذا استحيا من سؤالهم في بعض المسائل فإنه يوصي من يسأل له. نعم. ولأبي داود: إذا فضخت الماء، والفضخ خروجه بالغلبة، قاله الحربي وكذا الخذف والله أعلم. نعم، خروج المني على نوعين: إن يخرج من غير شهوة لأن يكون مصابا ببرد أو غيره فيخرج ينساب من غير شهوة فهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، والنوع الثاني أن يخرج بشهوة يعني وقوة دفق، يعني يخرج بدفق ليس بانسياب وإنما بدفق، فهذا هو الذي يوجب الاغتسال. نعم. ولأحمد: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. كذلك يدل هذا على أنه إذا انساب المني من غير شهوة ومن غير دفق فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء والاستنجاء. نعم. روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال: يتوضأ. نعم، إذا خرج منه مني بعد الغسل قد يتبقى في القصبة شيء فيخرج بعد ذلك، هذا يوجب الوضوء
لأنه خارج من سبيل فينقض الوضوء، ولكنه لا يوجب الاغتسال لأنه بغير شهوة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا اللقاء لمعالي الشيخ وللزملاء فريق العمل. هذا يزيد الريش، يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام.